صباح الخير عليكم خوتي المتتبعين، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى من الله الفيديو اليوم يلقاكم بالصحه والهنا، وباش ما كنتمنوا ان شاء الله اجي بابا. كما كتشوفوا اخوتي هذا الصباح راه صبحنا على هذا الخبر هذا. كما كتشوفوا خصنا ضروري نمشيو نطلع الوالده راها في الطبيب، فنخلي حامد يقول لكم شي كلمات وعاد نكمل معكم. تبارك الله عليكم اخوتي العزاز، صبحتوا مزيانين، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير بالسيد ان شاء الله يا رب العالمين، الله يخليكم صحتكم. شكرا لكم بزاف على التعليقات الزوينه ديالكم والكومنتات الزوينه. تسلم اختكم مريم وخوكم حميد، تخلوا التعليقات زوينه وكتحبونا من قلبكم، حتى حنا تنحبوكم. او سكون هذا الخبر اخوتي البلاوي، مسكينه هي راه في طبيب، الله يشافيها مسكينه. ودابا حنا اخوتي غادي عندها ان شاء الله نطلع عليها، نتمنى من الله الشفاء بها والمسلمين كاملين يا رب العالمين، والله يخليكم صحتكم وخليكم اختكم. انا خوتي ما كنسمعش شي خبر، كنبقى حاجاكم متصقين بالعرق. المهم اخوتي كما كتشوفوا هذا الخبر اللي جاتنا على الوالده، خبر اللي صعيبه. الوالده كيطلع لها السكر ولا كيطيح لها طونسيو ولا كيطلع لها طونسيو، المهم هي راه مسكينه كلها امراض وكلها كتشرب الدواء. ملي كتسمع شي خبر كيؤدي بها انها تمشي للسبيطار. ضروري دابا اخوتي خصني نمشي نطلع عليها ونشوفها كيف بقات. ربي لي عالم، راني كنت مشغوله وما كنتش مساليه، ولكن ملينا مي عيانه ضروري خصني نمشي نشوفها كيف بقات. ان شاء الله غادي تبقاو معنا حتى نشوفوا شنو كاين. وزعما شنو نقول لكم، مي راني سمعت الخبر ديال اسامه خويا وهي اللور اللور. البارح في الليل عيطت لها مسدوده من حلقه، ما كت ما مبحاحة، قوت البكاء وقوت الغوات وقوت الله يسمح لنا من الوالدين. وزعما اخوتي راه لحد الان باقي ما جاتنا حتى شي خبر على اسامه خويا. كندعي الله انه ان شاء الله يشوف ماما هادشي اللي دايز، هادشي اللي قالوا على اسامه. نتمنى من الله الخير، نتمنى من الخير اخوتي العزاز، نتمنى من الخير يا رب العالمين، ما تكونش شي حاجه وان شاء الله اخوتي. دابا راني عيطنا السيد يدينا، وهذا ما غادي نقول لكم دابا. ان شاء الله نوصل للمدينه غادي نكمل معكم الفيديو. ويلا احباب ما تمشيو فين زيد، راه ديا تا وليداتي كنت باغا نخليهم ما نمشيش انا نتقلى بيهم، ولكن قلت انا عارفه امي غتبغي تشوف فاطمه زهراء وزياد، وداكشي علاش وليت نديهم. ها هي فاطمه زهراء، يلا هضري معكم. السلام عليكم خوتي، كيداكم؟ على خير. انا دابا نشوف المهمه، نشوف المهمه، نشوف المهمه الطبيب. يلا زيد خش سان المهمه نايمه. شي على الشمس، شي على الشمس، بس هي بس نضات ما تمشيش بهادي. نمشي على حرارة يا بنتي اللي خرج فيها، الله يحسن له العوان وصافي. الله يا ربي، حتى تقاقيم يزيد يدخل البيض. دخل شوي قدام الله يسهلك. الأرض غبرة يا طايبة بالحرارة. طب طلع احنا وصلنا. يلا دخلي زيد. هي مو نايمة؟ مو نايمة بنت وياه؟ زيد مو راضية؟ شاردية اللي مشات؟ زيد زيد حامد فحم. دقي نعم
عند الناس. قرا هذا المعطيات. سير حدا المهم.